هلا حسبنا تعريف الاي تي تي رح نعمله هلا هون. انا رح اعرفه تعريف مختلف شوي بعدين رح نعبره. رح اخذ اي تي تي تايم فروم اند اوف بوردينج تو ستارت اوف الايتنج. مش مشكله هلا احنا غيرنا شوي التعريف رح اضبطه بعدين بس لحتى نفهم شو اللي حطينا. ايش بوردينج معناها؟ دخول. والايتنج الخروج. اوكي راح اعمله انا فروم اند اوف بوردينج يعني بنهايه البوردينج ما راح احسب التي بي ان ولا راح احسب التي بي اوت وبعدين راح نضيفهم ما هم هدول سهلين. ناخذ هلا هاي. هلا احنا اجينا فرضنا انه عندي اتش هايست ريفرسال فلور وحدته فلورز مش مترز وعندي اس وحدتها ستوبس وبي اللي هي باسنجرز. فراح يكون عندي S stops. هلا length of each jump in floors بساوي H على S floors. هاي وحدتها floors. و number of passengers in each jump the number of passengers in each jump P على اس مضبوط. وهي وحدتها باسنجرز وانا عارف رح تطلع فراكشن رح تقول لي هاي فراكشن ورح تقول لي هاي فراكشن ما فيش مشكله ما هذا الافرج لما بعمله عدد طويل جدا من المرات رح يبدا يطلع معي هذا الافرج. يعني بي على اس طبعا هاي باسنجرز بير ستوب فرح يطلع هذا العدد من الباسنجرز عند كل ستوب فكل ما بوقف رح يوقف هذا العدد من الباسنجرز. فلو احنا جينا رسمناها الان جراماتيك دايجراماتيكلي هاي عندي الجراوند فلور رح امشي H على S floors راح يطلع P على S passengers راح امشي H على S floors راح يطلع P على S passengers وهون ايش راح يدخل؟ P passengers فراح يدخل عندي P passengers هون راح يطلع P على S هون P على S هون وراح اضل ماشي في العملية هاي لحد ما اعمل اخر stop على H. هذا راح يكون راح امشي هون H على S وراح يطلع اخر P على S مجموعة passengers. اوكي واضح هلا هذا التعريف؟ هي هذا التعريف اللي من هون، عندي هون عم بعمل جيرني، جيرني هذول متساويين بالطول اون افريج، متساويين بالطول اتش على اس. هلا رح نستعمل مبدا مهم اسمه السوبر بوزيشن، وين استخدمتوه او تعلمتوه؟ بالسيركت. ليش لازم السيستم يكون حتى استعمل سوبر بوزيشن؟ لينير. هلا هون انا يعني رح اغش شوي هون رح استعمل فكره السوبر بوزيشن، اوكي؟ السوبر بوزيشن بقول اذا عندي السيستم بتاثر بتو كومبوننتس او بتو انبوتس، رح الغي واحد منهم واطلع الاثر من الثاني ويطلع معي اوتبوت. فلو عندي سيستم لينير سيستم انا بدخل عليه عمالي x1 of t زائد x2 of t وبيطلع معي y1 of t زائد y2 of t. اذا كان هذا السيستم لما بدخل له x1 of t بيطلع y1 of t when x2 of t بيساوي 0 وبعدين بدخل له x2 of t when x1 of t بتساوي 0 بيطلع معي y2 of t. اذا من هاي then بستنتج انه x1 of t زائد x2 of t اذا دخلتهم على السيستم بعطوني y1 of t زائد y2 of t. اذا سيستم نون لينير هذا غير صحيح على العلاقه. اوكي بدكم تنتبهوا اذا عندي سيستم نون لينير يمكن اذا ضاعفت الانبوت ما يتضاعف الاوتبوت لكن اذا السيستم لينير اذا فرضنا انه عندي سيستم هاي كانها رايحه لانفينيتي اه بلينير سيستم ايديال لينير سيستم هذا الخط السلوب تبعه 45 اكس بتساوي واي ورايح لانفينيتي او بتساوي قيمه معينه مش شرط السلوب يكون واحد بس هاي رايحه لانفينيتي وهاي رايحه لانفينيتي. هلا السوبر بوزيشن شوفوا شو رح ناخذ رح نقسم الترافلينج تايم لجزئين في ترافل له علاقه اذا تو يعني رح نسميه رح نسميه حتى اي تي تي اي تي تي سب اي و اي تي تي بلاش اي نسميها نسميها ان اوكي و ام. هلا رح نطلع على جزئين رح نيجي نقول اول شيء رح افترض انه زمن دخول وخروج الباسنجر زيرو يعني كاني هون رح احط رح افترض هون انه تي بي ان بيساوي تي بي اوت بيساوي زيرو فكانه فيش عندي بوردينج تايم وراح احسب الزمن اللي بيطلع من الترافلينج تايم اللي هو طبعا راح يكون سببه هو فتح باب وتسكيره وانتقال من طابق لطابق كينماتكس ودورز. يعني هذا صفه هون راح يكون كينماتكس
زائد دور سايكل. اوكي عارفين هذا الشحطه هاي كانها بتقول given مثلا او اشياء او under these conditions. ما بعرفش انها رياضيا صحيحه بس هاي الشحطه هون given, حطيت شحطه هون given under this condition. وبعدين الكونديشن الثاني راح اخذه A T T M راح احطها under condition انه عندي no kinematics كانه speed zero اذا بدك او شيء no kinematics no doors. هاي فكرة حلوة في الحل في حل أي مسألة. إذا كسرتها زي هيك كسرتها قطعتين بصير سهل أفهم هاي وسهل أفهم هاي. فهذا راح يكون عبارة عن waiting for others to board أو alight. إذا أنا في لحظة معينة قاعد داخل الكار وعمالي بستنى حد يدخل أو حد يطلع هذا لازم ينحسب من الترافلينج تايم تبعتي. هيك هذا الجزء. وإذا أنا قاعد داخل الكار عمالي بستنى الكار لا توصل للمكان اللي بدي إياه أو عم بفتح باب وبسكر فهذا جزء من الترافلينج تايم. فإحنا حطينا هذا زيرو وطلعنا الأوتبوت, حطينا هذا زيرو وطلعنا الأوتبوت, وبعدين رح نجمعهم التنين مع بعض. أوكي؟ أنا عندي أتذكر إنه عندي P passengers لكن عندي P على S عفواً عندي S stops مزبوط, وكل stop من stops هاي مسافتها H على S وبطلع منها P على S passengers بس بدخلوا كلهم ال P من هون. نطلع الآن على الأولى, رح أفترض إنه ما فيش عندي ناس بدخلوا ولا بيطلعوا من هون. عندي على كل stop من هون مين يتأثر؟ عندي هذول ال P على S passengers وال P على S passengers من هون وال P على S passengers اللي موجودين هون. كل بي على اس باسنجرز يتاثروا وإلهم ويت تايم. راح احسب فورمولا للترافلينج تايم تبع هذول الباسنجرز على فرض انه ال هذا الجزء زيرو مش مهم. فنطلع الان شو بصير, شوف شو بصير بمجموعه الباسنجرز الاولى. اذا فيرست ستوب, لاحظوا فيرست ستوب مش فيرست فلور. ات فيرست ستوب ايش الاشياء راح نستناها؟ هلا احنا فرضنا انه البوردينج تايم زيرو, راح نستنى الباب يسكر مزبوط لاني اهملت انا البوردينج تايم. لاحظوا انه اول واحد طلع هو فعليا قديش استنى, راح يستنى للبقيه يطلعوا. فعندي بي باسنجرز فمعناها بي ماينس 1 باسنجرز, راح استنى بي ماينس 1 باسنجرز يدخلوا. هذا حسب من اي تايم الي من الترافلينج تايم تبعي مش هيك؟ بس انا هون هلا اهملته فانا بفترض انه هدول كلهم اخذوا زيرو لحد ما يطلعوا, كلنا طلعنا مع بعض لانه زيرو تايم البوردينج تايم تبعنا. اذا ايش بدي اخذ؟ اذا بدي يكون عندي هلا التي للفيرست ستوب بده يساوي تي دي كلوز, بده يسكر الباب. بعدين بدي اخذ الزمن اللي انتقل عدد من الفلورز اتش على اس, بس ما بنتقلهم على التوب سبيد. بنتقل هدول التوب سبيد؟ لا. كيف بدي انتقل؟ بدي اتسارع وامشي على كونستنت سبيد واتباطا. ايش اذا الشرط اللي لازم نحطه حتى نطلع فورمولا لهذا؟ ريتد سبيد. اذا هون عندي هذا احد الكونديشنز المهمه, ريتد سبيد attained in one floor journey. وايش الشرط الثاني؟ equal floor height. اذا لازم الفلور هايت تكون عندي equal حتى اقدر اطلع الفورمولا هاي. نطلع الفورمولا هاي ايش راح تكون؟ انا بدي امشي مسافه h على s. h على s امتار ولا فلورز؟ حتى اطلعها لامتار شو بدي احولها؟ بضربها في دي اف. اذا راح يصير عندي h على s مضروبه في دي اف مضبوط. هاي المسافه اللي بدي اقطعها هاي كانها دي مضبوط. حتى امشي هلا هاي المسافه هلا ممكن افكر فيها بالشكل التالي. هاي المسافه حتى اقطعها ممكن لو قطعتها على توب سبيد قديش رح تاخذني زمن؟ ديستانس على في تمام. اذا هاي هذا لكن بدي اضيف ايش؟ بدي اضيف ستوب. في عندي ستوب وحده, بديت انا في ستيشنري وانتهيت ستيشنري بعتبرها كانها ستوب وحده. شو راح يدخلها ستوب؟ في فتحة باب وتسكير. وهلا فتحة الباب خليني اشيل هاي فتحة الباب من هون وراح احطها. اذا عندي هون في فتحة باب وتسكير فراح يصير عندي هذا ستوب في زائد تي دي سي زائد تي دي او مضبوط. وايش كمان بده يدخل له؟ تسارع والتباطؤ. التسارع والتباطؤ احنا عملناه كنا نحطه تي اف ماينس دي اف على في. هي احد الفورمولاز له مش هيك؟ تي اف هو الزمن حتى امشي طابق واحد. او اذا بدكم هذا شو كنا نحوله احنا نحطه؟
في على A زائد A على J مش هيك؟ أنا رح خليها هلا بهذا الشكل أو ممكن نحط TS stopping time هذا كله stopping time مظبوط؟ هذا هو الزمن اللي بدفع ضريبة stopping فرح نحط هون TS بتساوي إذا بدكم سموها هاي stopping tags بدها تساوي TF minus DF على V زائد TDO زائد TDC واللي هي كمان تساوي إذا كان عندي فلو بالحالة هاي لأنه عندي equal floor height و rated speed 2 بتساوي V على A زائد A على J زائد door cycle TDC زائد TDO محلها راح أحط أنا TS فراح أمحي هاي كلها حط محلها T على S TS فرح نحط هاي تي اس او تي اف احنا حاطينها هون تي اف ماينس دي اف على في رح اخليها هلا تي دي او تي دي سي بس عشان اقدر اخذ هاي واحطها اتش اس ماينس 1 لانه المعادله النهائيه هيك فيها فهذه صار عندي الزمن ضل شيء ثاني هلا بالنسبه لهذول الباسنجرز على كم باسنجر هذا التايم بينطبق لانه هلا احنا فرضنا خلص الترافلينج تايم تبعهم خلص كيف خلص هو فتح الباب طول بينهم جمع ولا ضبط لا جمع تي اف ماينس دي اف على بي زائد زائد اوكي لكم باسنجر هذا بينطبق عليهم كلهم هذا اول شيء بينطبق على بي على اس بس راح ينضاف بعدين للثانيين مزبوط طيب وين الزمن الخروج فرضناه زيرو اوكي عشان هيك ما حطيتوش هون فافترضنا لما الباب فتح وخلص فتح تماما طلعوا كلهم البي على اس باسنجرز مين ضل وراهم بي ماينس بي على اس اللي هم راح يروحوا على بقيه الطوابق اللي موجودين اذا هذا بالنسبه لاول مجموعه ثاني مجموعه اثنين ستوب بعد سكند ستوب شو راح ينطبق عليهم راح ينطبق عليهم كل شيء ينطبق على هدو زائد على فكره نفس الكميه مش روح يقدر ينتقل هلا نفس المسافه ومنتقل نفس المسافه راح يفتح الباب ويسكر نفس الشيء اذا هاي راح تصير كانها خلينا نسمي هذه مثلا سي راح تصير عندي هذه بتساوي سي زائد سي وتساوي 2 سي 3 اس بتساوي 3 سي لحد ما اوصل تي اس اس ستوب بتساوي اس مظبوط اخر مجموعه هون وصلوا من هون اذا هذا بالنسبه لكل الباسنجرز هذا انطبق على كم باسنجر لبي على اس وهذا انطبق على بي على اس وهذا انطبق على بي اس كم مره هذول راح يتكرروا اس تايمز اوكي